الدينار العباسي الأول. الدينار العباسي المضروب في سنة 32 و100 هجرية. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في انسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. بدأ العباسيون بسك النقود قبل انتزاعهم مقاليد الخلافة من الأمويين، ففي السنوات السابقة لانتصارهم على الأمويين في معركة الزاب في سنة 32 و100 هجرية ظهرت مسكوكات ضربتها جماعات معارضة للأمويين ما بين سنتي 27 و100 و32 و100 هجرية، ومنها مسكوكات الثوار العباسيين. وتعددت جماعات المعارضة ما بين جماعات الدعوة العباسية والخوارج والثائر عبد الله بن معاوية وبعض الأحزاب والتجمعات السياسية والعشائرية في منطقة خراسان، ومنها ما كان بقيادة الثائر جديع بن علي الكرماني بن علي الذي سك الدراهم في مرو. وعلى الرغم من ضعف الدولة الأموية في هذه الفترة، فقد استمرت دور السكة الأموية بإصدار جميع فئات المسكوكات، وخاصة في الأقاليم والمناطق القريبة من عاصمة الخلافة حران آنذاك. لا بل شهدت خلافة مروان بن محمد نشاطا ملحوظا في سك النقود وتحديدا الدراهم والأفلاس الأموية. ومع أفول نجم الخلافة الأموية توقفت دور السكة الأموية عن العمل، حيث سيطر عليها العباسيون وقاموا مباشرة باستبدال مأثورات المركز على وجه الدينار وظهر الدرهم بعبارة محمد رسول الله، للتأكيد على صلتهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقيتهم بالخلافة وتبريرا لثورتهم على الأمويين. ومع أن عبارة محمد رسول الله استخدمت في المسكوكات الأموية، إلا أن العباسيين جعلوها في مركز الدينار على الوجه وفي مركز الدرهم على الظهر. وفيما عدا ذلك لم يغير العباسيون أعراف السكة التي وضعها الأمويون، بل كانت الدنانير والدراهم العباسية مشابهة تماما أو مطابقة لسابقتها الأموية، وتحديدا في السنوات الأولى من بدء إصدار السكة العباسية. وكان من بين الفوارق القليلة التي طرأت على الدينار العباسي تطاول حروف الكتابة مع استخدام الخط الكوفي نفسه، ولم تأخذ الدنانير شكلها العباسي المميز إلا في زمن الخليفة المأمون. تاريخ الدينار: سك هذا الدينار مغفل مكان السكة في خلافة أبي العباس السفاح، وعلى الأرجح في مبتدأ حكم العباسيين والعاصمة الأولى للخلافة العباسية الكوفة. وثمة نموذج آخر له سك في دمشق، وفي كلا النموذجين تم تعديل مأثورات مركز الوجه والإبقاء على عناصر السكة الأموية ومعاييرها من دون تغيير. وقد حذف العباسيون المأثورات من سورة الصمد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، واستبدلوها بعبارة محمد رسول الله في مركز المسكوكة. ويحمل هذا الدينار شبها كبيرا جدا بالدينار الأموي، إذ نقشت مأثوراته بالخط الكوفي البسيط وبالوزن الشرعي والحجم والسماكة نفسها. ويمثل هذا الدينار مسكوكة الذهبية الأولى في سلسلة من الإصدارات التي ارتبطت بسنوات خلافة أبي العباس ما بين سنتي 32 و100 و36 و100 هجرية، ولم تختلف طرز هذه الدنانير، بل كانت متطابقة تقريبا وارتبطت بدار السكة التي تأسست في عاصمة الخلافة الأولى بالكوفة على الرغم من تغيير العاصمة. وحافظت الدنانير العباسية في عهد ابن العباس على طرازها وخصائصها الفنية على الرغم من تنقل الخليفة بين الكوفة التي أسس الخلافة فيها سنة 32 و100 هجرية والحيرة وهاشمية الأنبار سنة 34 و100 هجرية، والتي نسبها إلى هاشم جد العباسيين. ولم تستقر الخلافة العباسية على عاصمة دائمة في سنوات حكم أبي العباس، ولعل دار السكة كانت تتنقل من مدينة إلى أخرى مع انتقال الخليفة وأركان الدولة بين هذه المدن. ويذكر المقريزي أن أبا العباس السفاح سك الدينار في الأنبار، وهذا يؤكد أن دار السكة كانت تتنقل مع الخليفة وتحديدا لضرب الدنانير التي كانت من مظاهر الخلافة ومركزية الدولة. خصائص المسكوكة: المعدن الذهب، وقد تراوح حياره بين 22 و24 قيراطا، الوزن حوالي 4 غرامات و24 جزءا من الغرام، القطر حوالي 20 مليمترا، السماكة مليمتر واحد تقريبا. مأثورات الدينار على الوجه عكس عقارب الساعة في الطوق: بسم الله ضرب هذا الدينار سنة 32 و100، وكتبت المأثورات بالخط الكوفي البسيط كما في الدينار الأموي. على الوجه في المركز محمد رسول الله، وقد أدخل العباسيون مأثورات المركز لتمييز دنانيرهم عن الدنانير الأموية والتأكيد على نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. على الظهر في الطوق عكس عقارب الساعة: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا جزء من الآية 33 من سورة التوبة. على الظهر داخل دائرة المركز: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويماثل ظهر الدينار العباسي ظهر الدينار الأموي. مميزات الدينار: يتميز هذا الدينار بأنه يطابق بدرجة كبيرة تصميم الدينار الأموي والمعايير المستخدمة في سكته من حيث الاستدارة والمأثورات والوزن والفلز والشكل العام، ويختلف عن الدينار الأموي الأول المضروب في سنة 77 هجرية في عدم وجود حرف الجر في ضمن مأثورات الطوق على الوجه.
ولم يحمل الدينار اسم مدينة السكة على غرار الدينار الأموي، كما أن وزنه كان مثقالا واحدا وهو الوزن الشرعي أي ما يعادل 4 غرامات و25 جزءا من الغرام، كما لم يحمل اسم الخليفة أو أي اسم آخر. وقد استمر هذا الطراز من الدنانير في خلافة أبي العباس وأبي جعفر المنصور والمهدي والهادي. مكان السكة: سك هذا الدينار على أرجح في دار حكم الخلافة العباسية بالكوفة التي اتخذها أبو العباس السفاح عاصمة للدولة بعد انتقال مقاليد الحكم إلى العباسيين من حران عاصمة الأمويين. وعلى العموم يحمل الدينار شبها كبيرا لقالب الدينار الأموي المضروب في سنة 32 و100 هجرية، وتحمل عبارة المركز محمد رسول الله شبها كبيرا لأسلوب كتابة العبارة نفسها على الدرهم العباسي الذي سك في الكوفة في سنة 32 و100 هجرية. وهذا يؤكد أن دار سكة الدينار العباسي في نموذجه المعروض هنا كانت الكوفة لتطابق أسلوب الكتابة، وذلك مقارنة بالنموذج الثاني للدينار الذي يرجح أنه سك في دمشق. وهكذا ارتبط الدينار العباسي الأول بدار السكة في الكوفة، إذ كانت سكة الدينار ملازمة للخليفة وتقوم في عاصمة الدولة، وتنتقل بانتقالها سواء بتأسيس دار للسكة جديدة في المقر الجديد مباشرة أم باستخدام دار سكة متنقلة تأخذ طابعا مؤقتا لتلبية الحاجة الطارئة إلى النقود في فترات التحول والانتقال. ولأن الدراهم العباسية في عهد أبي العباس ظهرت في الكوفة والهاشمية تحديدا من بين مجموعة من المدن الأخرى، فلا شك أن دار السكة وجدت فيهما حيث سكت الدنانير أيضا. ولم تختلف قوالب السكة مع الانتقال إلى العاصمة الجديدة، بل حافظت الدنانير العباسية على طرازها وخصائصها. نماذج المسكوكة: ظهر هذا الدينار العباسي في نموذجين أساسيين، نموذج الكوفة ونموذج دمشق. ويتميز نموذج الكوفة بحجمه المطابق لحجم الدينار الأموي النموذجي وبهيئته العامة المشابهة كثيرا للدينار الأموي، وتتجلى أبرز الفروقات بين النموذجين في تطاول حروف نموذج الكوفة ورقتها، بالإضافة إلى وجود فراغات بين كلمات المأثورات، كما تتميز بعض الحروف بأسلوبها المختلف مثل الهاء في نهاية الكلمات الله ومئة وله، إذ إن لهذا الحرف زائدة في أعلاه وذلك في نموذج الكوفة، ولا تظهر هذه الزائدة في نموذج دمشق. وثمة فروقات طفيفة جدا بين مسكوكات النموذج نفسه بسبب استخدام قوالب متعددة. ويفسر ظهور الدينار العباسي في السنة نفسها بدمشق بأن القائد العباسي عبد الله بن علي عم الخليفة أبي العباس الذي قاد الجيش العباسي في معركة الزاب مع الأمويين، ثم دخل حران ودمشق ليبسط سيطرة العباسيين على الشام، أمر بضربه في دمشق تحت راية الخلافة العباسية الناشئة حديثا آنذاك.